أولى أخبارنا الهامة النهاردة إنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام أمس بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش، وده هيكون لصالح يعني رفع المعاناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 مليون نسمة، وده من خلال بقى إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحلات التجارية بأنشطتها المختلفة. كمان هيكون هناك في مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة، بالإضافة كمان عزبة الهجانة هيكون فيها إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة. وهناك خلال هذه الجولة أمر السيد الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية في هذه المنطقة. وكمان يعني هناك بقى من خلال الأجواء اللي كانت موجودة أثناء تفقد السيد الرئيس، إنه السيد الرئيس قوبل بالترحاب الشديد من أهالي عزبة الهجانة، وأثناء مروره تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين اللي أمر السيد الرئيس بتوفير أحد المحلات التجارية لممارسة نشاطها. وكمان السيد الرئيس أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها. كمان وجه السيد الرئيس بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري. وكانت الحقيقة عزبة الهجانة دي يعني بعض المعلومات عنها كانت من المناطق المهملة منذ عشرات السنين، وما كانش فيها أي نوع من أنواع الخدمات وانتشار يعني وكان فيها كمان انتشار العشوائيات، وكانت بتفتقد البنية التحتية والخدمات. دي طبعا صور للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس من خلال تفقده لعزبة الهجانة، ودي السيدة الكبيرة اللي يعني ست طيبة كده قابلت السيد الرئيس وتحدثت معه، وزي ما قلنا إنه هو أمر السيد الرئيس بتوفير ليها يعني محل خاص بيها تجاري وكمان علاج على نفقة الدولة. فده كان جزء من لقاء السيد الرئيس بيها، وده طبعا صور لتفقد السيد الرئيس أمس لعزبة الهجانة.